ان شاء الله شباب انه كنا نتعاون مع بعض بوحده. طبعا اليوم في كنا اللاعبين في 2020 طلبنا على اساس ان شاء الله خلال اليوم معنا عدد في محترفين من الاطراف الجنوبيه ان شاء الله في اكثر من مركز. هذول يعني تعريف ان شاء الله شباب ان شاء الله ان نتمنى لكم التوفيق انتم قاعدين النادي بكم يعني قاعدين نوفيق على مطالبه مش تال عن طريق النادي غابوا عنا سنه شنو حضور السنه اخذوا البطوله والسنه اللي ياخذوا معنا ان شاء الله البطولات اول شيء طبعا مساكم الله بالخير جميعا يكون يعني موجود مع الجهاز نواكم ولاعبين لهم ثقلهم على المستوى الاردني وعلى المستوى العربي والاسيوي. بالتاكيد شفت مباريات كثير وكل شيء كثير، لكن بروح اللي شفت انا. اذا الله وفق وصرنا في القطار الصح على للامام بكم انتم حتحققون طموحاتكم كلاعبين، وانا طبعا ولد الملعب. اللاعب محتاج شيئين، جوعان كوره جوعان فلوس. ما حتحقق الثنتين هذه الا بارادتك انت كلاعب. ما نبغى نكثر الكلام حيث عندنا كلام كثير معكم، لكن للامانه كل واحد شفته الليل يمكن عارف اللي جوا بطنه من كثر المباريات ومن كثر ما انا فخور اني انا دربت. مش مجاملات، لكن في لاعبين بحفظ التاريخ اني انا دربت على قولتهم من الطرف الايمن الى الطرف الايسر، لكن كل هالشيء هذا لابد ان يكون طموحكم منه. يعني الان العين عليكم ضمن كوكبة الكرة الأردنية في المستقبل 2014-2015 في المستقبل. أنا أعيد وأكرر، أنا وزملائي في الجهاز الفني عندنا الخبرة شيء كثير، الملعب ملكعنا، نعرف اللاعب المصاب، نعرف اللاعب اللي جاي يروح، ونعرف اللاعب اللي يبغى يلعب فيه. أي واحد فيكم من الآن ما له مزاج يلعب في الفيصلي من الآن يقول ريحني وارتاح. واحد فيكم عنده مشاكل اجتماعية وغير قادر عليها أنا عليك انت في سبيل انه انا اوقف معك كانسان، لكن كلاعب لاعب ومدرب. انت سمعت الكلام هذا كثير، ما ابغى اقول انا اخوكم كبير، لكن زرت من الفرقه اني حطيتك في يد شخص كيف انا دورته تلقاه. كل واحد فيكم يحطها بين قوسين، ترون لاعب اسرار. عارف الملعب تختم من معالي الشيخ اللي انا فخور اللي
التقيت فيه تاريخ فكرة لاعب دولي واستمعت له عنده من الحكمة والحب له في مشكلة. ما بقى أتكلم عن التفاصيل، لكن أنا أعد من اليوم أنه أنا سندكم عبد الله بكل ما تبغون. لا تدخلون همكم على الإدارة، أدخلوا همكم علي أنا كمدرب. إن شاء الله إني أنا أوفق أن أكون زملائي في الجهاز الفني، إن إحنا نقدم خبرتنا اللي تساعدكم نحط أنفسنا يدا بيد للوصول للمنصة. وصول المنصة موسى، أنا للأمانة شفت مباريات من الظلم من الفريق الفيصلي الموسم الماضي ما يكون أحد فرسان جميل. لكن في بعض الأمور تحتاج إلى تدقيق، وبعض اللاعبين محتاجين إلى درس، وبعض اللاعبين تشير كل لأنه قدم أداء. وحق كل واحد فيكم حيستلم التقرير الفني أنا مقتنع فيه وش محتاج. بس قبل ما نفتح عند الموسم افتح قلبك، افتح قلبك لأخوك. تكتب منه مدرب، بس من يوم ندخل جوا الملعب برا الملعب افتح قلبك مالك بنس. هذا اللي عندي لكم كأخ كبير كزميل كمدرب، واتمنى من كل قلبي يعني انه استفيد من خبرتكم كلاعبين، واستفيد من طموح العيال الصغار او الناشئين او الشباب او اللعيبه اللي يبغون يلعبون في منتخب الاردن. هو طموح رقم واحد، وطموح رقم اثنين ايضا يكون احد نجوم الفيصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون 2013-2014 سعيدين فيه أنتم في كأس الآسيوية، بعدين نروح الدوري المواصيل، بعدين نستكمل مشوارنا في كأس الأمم. كابتن عبد الرحمن حمدان، سعد المدرب، أحمد، كابتن ماجد، وأتمنى إن شاء الله يعني ألقى منكم كل العون والمساعدة اللي هي سلاحنا اللي بنحارب فيه. أنا شاكر المقدم وأسمعهم كلام من أخ عزيز عليكم، يتمنى لكم التوفيق. Thank you.